اسكندرية ماريا وطربها زعفران، على رمالها داعب كبار النجوم كرة القدم، وعلى ملاعبها استمتع الجمهور المصري طوال عقود طويلة بنجوم كبار على مر الأجيال. الإسكندرية التي عرفت الساحرة المستديرة قبل دول عديدة احتضنت أول استاد أولمبي في الشرق الأوسط هو استاد الإسكندرية، والذي شهد انتصارات وبطولات وتألق مواهب عظيمة على رأسها شحت الإسكندراني. ولد شحاتة عبد الرحيم الشهير بشحتة الإسكندراني في حي الحضرة بالإسكندرية، وارتبط اسمه بنادي الاتحاد السكندري ليصبح من أشهر وأهم أشبال زعيم الثغر، وهو ما رشحه للانضمام للفريق الأول عن طريق السيد حودة. ومنذ عام 62 وهو من علامات نادي الاتحاد. شحتة تاني لما الكرة وبشوطة حلوة 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 في الزاوية البعيدة. انضم شحت الإسكندراني لصفوف منتخب مصر عام 1964، وشارك في أول مباراة له أمام بلغاريا ثم ضد ألمانيا، واستمر مع المنتخب حتى عام 1974، ولعب ضمن منتخب مصر في التصفيات الأولمبية وتصفيات كأس العالم عام 1970. اشتهر شحتة بالتسديدات القوية ليصبح مدفعجي الإسكندرية الأول. كان شحتة مايسترو جيل الستينيات والسبعينيات في زعيم الثغر. اشترك مع النادي الأهلي في مباراة ودية ضد سراييفو اليوغوسلافي، ومع النادي الإسماعيلي في رحلته إلى الخليج، الإمارات والبحرين والكويت. حصل شحتة على وسام الرياضة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ثم تم تكريمه من الرئيس الراحل أنور السادات بعد الفوز بكأس فلسطين. احتفت الجماهير بشحتة في مهرجان كبير عام 1978 بمباراة اعتزاله بين الاتحاد والأهلي، وبلغ إيراد المباراة 10,000 جنيه. وبرغم الاعتزال، لكن شحتة احتفظ بمكانته في قلوب كل اسكندراني وكل مصري يعشق الكرة الجميلة والأخلاق الرفيعة. حفر شحتة اسمه بحروف من ذهب واستحق تقدير كل الناس، واليوم يفتح أوراق الذكريات والتاريخ مع المجري وعمار يا اسكندرية.